أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني لكل مجتهد نصيب. الحمد لله اشتغلنا لفترة مع الكابتن أحمد هايل، والحمد لله رب العالمين ربنا ما ضيع لناش تعب، والقادم أفضل بإذن الله. والله يعني عادي، يعني أي فريق أكبر الفرق يعني الكبير بتخسر، والفيصلي يعني بإذن الله الفيصلي جاي أقوى وأحسن بإذن الله إن شاء الله. أول شيء هذا الهدف بهدية عن روح أخواننا وفي غزة، وبهدية لوالدتي ووالدي اللي هم يعني دائما سانديني في الحياة. الحمد لله رب العالمين. أنا طبيعي أكون فرحان لأن هذا الجمهور الحاضر فرحان وسعيد بهذه النتيجة وهذا الأداء. الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة لهم، الحمد لله قدرنا أن نحقق نتيجة إيجابية وأول فوز لنا بأبطال آسيا. هذا يعطينا دافع ولو أمل بسيط في المجموعة أن نحارب لآخر لحظة، والأهم من هذا كله مثل ما قلت لك الجمهور يطلع سعيد وفرحان بإذن الله. هالجمهور الموجود وحتى الجمهور اللي زعلان وخلف الشاشات بإذن الله بننتظره في الفترة القادمة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لجمهورنا حقه أعطيناه إياه بهاي المباراة. كلمة السر بهذا الفوز أنه اجتمعنا مع بعض، ضلينا إيد واحدة وروح واحد، نوايانا على بعض بالخير، والحمد لله قدمنا المطلوب وطلعت لنا النتيجة. احنا بنقول ان شاء الله، احنا ما بنفكر بالاندية الثانية، احنا بنفكر بحالنا. ضايل مباراتين، نتمنى بالفين الفوز، وراح نعمل اكثر ما عندنا عشان الفوز وان شاء الله خير. شوف الحمد لله رب العالمين، يعني احنا يمكن من مباراة سد الذهاب ما كانت مقياس يعني لفريقنا، شهدت حالة طرد، وانت عارف لما بتلعب 10 لاعبين بتأثر عليك. فالحمد لله يعني احنا اليوم اللاعبين والجهاز الفني كنا ايد واحده قلب واحد، وتعهدنا انه نلعب بروح ونقاتل حتى نحقق الفوز والثلاث نقاط. فالحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وجمهورنا اللي اليوم ساندنا، نحكي لهم الله يعطيهم العافيه، دائما معانا، هم موجودين دائما بعطونا نفس، بنهديهم هذا الفوز اللي كان اليوم بحناجرهم وصوتهم بالملعب كانوا سبب رئيسي نحقق ثلاث نقاط. اول شيء الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. طبعا احنا بدناش نقول الفيصلي مغاير عن يمكن عن مباراة السد الذهب. بصراحة احنا في مباراة نساف، مباراة الشارقة، يمكن قدمنا مباريات كبيرة ولكن ما حالفنا الحظ، اضعنا كثير من الفرص، كلفتنا انه احنا نطلع خسرانين النقاط، ولكن يعني انت عارف جهاز فني جديد، يعني اكيد هي مباراه، قلت لك مباراه السد يمكن ظروفها، مباراه السد الذهاب ظروفها كانت شوي صعبه، حاولنا نتدارك الاخطاء اللي صارت من المباراه الاولى، اشتغل على هاي الاخطاء الكابتن احمد، واشتغل على خلينا نحكي على تسكير نقاط القوه لفريق السد، والحمد لله رب العالمين نجحنا كفريق، المنظومة ككل توفقنا الحمد لله رب العالمين، والسر كان بانضباط اللاعبين طبعا، روحهم الوحدة، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تكون بداية خير، نحتهل للدور الثاني إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بنحكي للشباب الله يعطيكم العافية، وصلحنا يعني جمهور نادي الفيصلي إن شاء الله في نعم إن شاء الله بنجيب الست نقاط الباقية، وإن شاء الله إنه بيكون فينا فرصة للتأهل. بنحكي الحمد لله رب العالمين، وبنشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري ما قصر معنا، وإن شاء الله إنه المباريات الجاية بتكون لسه مستوى أعلى من هيك إن شاء الله.